انا مده 70 عام ولا 80 عام وانا عايشه هنا في شهوبه، وولدي معاق وما خدامه، ما عندي لا نتريت ما عندي والو. كنطلب من الله والناس المسؤولين ينفقوا علينا ويعطيونا باش نكريو، ما عندناش حاله ضعيفه. انا ما عندي لا نتريت لا والو، ما عندي باش نكري ما عندي باش نكون. انا بشهاده الدرب كله بان ما عندي باش نكون، واحد المرا ضعيفه ما عندي حتى شي حاجه، عندي تشوف قليل وولدي مريض ما عنديش باش نكري. قاصره عند اختي ايوا، ما عندي والو، ما عندي لا نتريت لا خلطه لا حتى حاجه. ما عندي انا يا مرا فقيره، ما عنديش، ما عندي لا نتريت ما عندي والو. ولدي معاق ما عندوش قليل صحه، وانا انا قليل صحه ما عندي لا شوف لا والو. كنطلب الله ومن الناس المسؤولين وسيدنا الله ينصرو ينفق علينا من عنده، والناس اللي هما مسؤولين يكونوا معانا. هادشي اللي كنطالب في هاد الناس. جات عندكم اللجنه الحاجه؟ جات اللجنه بنتي، قيدونا وعطونا شهاده ديال عدم كرياب، وباقي الساعة كنتسناو فيهم، ما عندناش باش نكريو. هذا هو اللي كنطلبوا من الله والناس المسؤولين يكونوا معنا ويكونوا مع جميع هاد الناس، هاد السكان كلشي ضعافة. هاد الدار هادي تبارك الله فيها أربعة ديال الدراري، الصغير فيهم عنده 43 عام، وكلهم مساكن دابا خارجين. الله الله، خرجوا دابا دبروا على الكرا، بعد ما كانوا كيعيشوا في معاناة خرجوا المعاناة أخرى ديال الكرا، وبنادم على قد الحال. ودابا بغينا حنا يديروا معنا شي حل. هاد الدراري كيديروا الموسيقى، كيديروا الرسم، انا كندير النحت وكنشتغل في مجال الحداده، وثلاثه وجوج ديال الخوت هما كيمارسوا مهنه الموسيقى، كيعزفوا على البيانو الكمان، وكيشتغلوا في مجال الاحذيه ديال السباط. خارجين من الملك، كل واحد عنده 800، كاين اللي عنده 1000. قالنا غتخرجوا تاخذوا استفاده والارض ديالكم ما تبقى لكم. دابا حنا خرجنا بغينا نعرفوا المصير ديال الملك ديالنا، وحنا خارجين اللي ساكنين في الملك كلشي ناس دراوش، بغينا حتى حنا كانت شي استفاده يعطيوها باش الناس اللي عطاهم شي بقاع ولا استفاده باش يبنيو. هو هذا الشيء اللي غنقول لك اختي. ها والكرا راه الناس دراوش، انا اللي ساكن بخشي هنا في الكاريان عنده شي فلوس، راه الناس بساطة اللي عنده كاع ما يبقى يعيش هذه الحياه وهذه الحاله، والناس ما عندهمش. خاص بعدا ما يعطلوش مع استفاده، وهذا الشيء اللي غنقول لك اختي، هذا الشيء اللي كاين. وعاودنا الملك ديالنا، الناس خارجين بلا صداع لا مشاكل لا والو، عندنا تيترات صحاح، عندنا عطاونا ورقه الهدم، عطات انا ما نكذبوش عطاوها، الا ما عطاوش ورقه الاستفاده، يلا جاتهم ورقه الهدم استفاده باقه. هذا الشيء اللي غنقول لك. اش غادي نقول لك، حنايا الشهوبه وجا عندنا سعاده القيد وقال لنا راه غادي نعطيكم الاستفاده ديالكم وغادي نتخويو. قلنا ليه بسم الله، قال لي حاجه واش مستعده تخرجي؟ قلت له سعاده القيد مستعده نخرج. حنا دربنا نقي، دربنا مزيان، حنا كنا جيران مع بعضياتنا مزيانين، وساح ما سخيناش بعضياتنا، باقي الان كنبكيو كنطلبوا منهم ما عندناش باش نكريو، والكرا غالي علينا. وانايا كاريه ب 40000 ريال، ولادي ما خدامينش، ما قدرناش نخالفوا القانون. ساعه اللي قالنا تريبوا قلنا لهم بسم الله، كنطلبوا منهم غير ما يعطوش لنا استفاده. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.